وعوض السنة اللي بعدها خلاص انت تمام. قضيت على مستوى الدافع اللي موجود عنده. انت ممكن تحل مشكلة زي دي بطريقة بسيطة جدا، انت تروح المدرسة وتسأل المدرس وبعدين تعرف اذا كان ابنك نجح ولا لا، وتروح البيت تقول له تعالى يا حبيبي انا عرفت ان انت سقطت، تعالى نتكلم ازاي ممكن نحل المشكلة ديت ونتلافاها السنة اللي بعدها. طيب هل ده اللي بيحصل على ارض لا الواقع؟ طبعا. لا طبعا. بتلاقي الولد ياخد له قلمين على شلدين على ان هو بكلمتين شتيمه والى اخره، بيبقى في وبالتالي حالة من الغضب عند الأب والأم، ايوه. وكمان بس هو مشكلتهم اذا الأب كان والأم كمان يا دكتور، عشان أنا أم وبتكلم بصفة الأمهات، اتفضل المشكلة عندها مش في إن هو فشل في الدراسة، المشكلة عندها إن إحنا دايما في مخيلتنا إيه ده الطفل كذب، يا خبر أبيض ده هيكبر هيبقى كذاب كبير، ده هيكبر هيبقى نصاب، ده هيكبر هيبقى سارق، دايما بيجي في مخيلتنا من موقف هو عمله وهو صغير دايما نقول إيه لا ده مستقبله بقى أكيد فاشل. صحيح. فعشان كده بنبقى في حاله من الغضب والعنف، ونبقى عايزين دايما اسمها ايه تبويخ، حاله من توبيخ. هي دي بالظبط حضرتك. ان احنا ف نوبخه بس احنا بنعمل اكتر، احنا ممكن نضطر ان بس احنا ده نضرب. خاطئ يعني. احنا هنا ده انت كده بتصنعي مشكله اكبر. احنا كده محتاجين نركن الطفل خالص على جنب، نقول له اركن انت يا حبيبي دلوقتي، تعالى نمسك الاب والام ونعمل لهم كورس علاجي عن فن هي دي اداره بقى الغضب. المشكله، هي دي اللي هنتكلم يعني فيها. دي القضيه، هل احنا فن في اداره عهدنا الغضب. الحالي او في العصر الحالي بنتبع سياسة الأب والأم بتوع زمان، ان هما ما مش كل كانوش الناس يعني بتتبع سياسه، يعني في لا ناس بتتبع يمكن هكمل، سياسه الاب والام بتاع زمان بحذافيرها. لا اللي هقوله حاجة تانية. اتفضل. يعني الأب والأم زمان كان في كتير من الأمهات مش مكملين تعليمهم، كان تمام في كتير من الأمهات أميين، ومع ذلك طلعوا جيل في منتهى الجمال سواء صحيح. مهندسين او دكاترة او وكمان يا ريت بس على المستوى العلمي، لا ده كمان على المستوى طب الاخلاقي، الأخلاقي فتلاقي يعني تلاقينا بنبوس ايدهم دايما في حاله بر الوالدين. دلوقتي في العهد ده كل الامهات معظمهم واخدين شهادات عليا وكذلك الاباء، وبنلاقي جيل طالع بايظ. للأسف. العيب في مين؟ عيب فينا انا، احنا محتاجين ناخد كورسات تاني ان احنا ازاي نربي اولادنا. هي العملية مش عملية كورسات. أنا ممكن أقعد أتكلم 3 4 ساعات قدام طفلي، أقول له 2000 كلمة 3000 كلمة عن حاجة معينة، حاجة بسيطة. الكلام ده كله ما يجيبش أي نتيجة. أنا لو قمت بفعل واحد قدام الطفل، اللي هيثبت في ذاكرة الطفل وفي مخه هو الفعل، وده اللي هيبدأ يقلده ويكرره بعد كده. فإحنا مشكلتنا إن إحنا بنقول والله يا ابني الغضب شيء خطير والمفروض الواحد ما يغضبش عشان الصح، ده لسان حال الأب. وفي أول مشكلة تلاقي الأب قالب البيت كله. فهنا بيحصل عملية تناقض بين ما اللي يقوله انت بتقوله غير وما الفعل. يفعله. يعني مثلا نلاقي الولد، الأب بيقول للولد فداك يا ابني، حتى لو سقطت أنت ابني وحبيبي، أدعمك السنة اللي بعدها وشد حيلك وتنجح. لكن لما الولد يسقط تلاقي حالة من الغضب والفوران والثوران إلى آخره. ده بيحصل عملية فجوة هنا بين القول والفعل. كمان زي ما حضرتك بتقولي ان الاباء والامهات في الفترات الماضيه، ولسه موجود الكلام ده في الارياف المصريه او في القرى المصريه، لكن بدات عوامل التكنولوجيا والتطور والتواصل بدات توصل برضه وتغزو قرى مصر، فبدا السلوك يتغير ايضا. زمان كانت الام زي ما حضرتك قلتي لا تقرا ولا تكتب، ولكنها قادره على التربيه السليمه، صحيح قادره على ان تحل محل الاب كمان. تمام. يعني دلوقتي ان غاب الاب او غاب الزوج اللي هو بيمثل يعني سلطة الثواب والعقاب، بتلاقي الأولاد في البيت زعيق، إحساس بالحرية الزيادة اللي هي الحرية اللي ممكن تضر اللي موجودين في البيت كمان، إحساس إنه هو مش هيتعاقب على سلوكه فخلاص سلطة العقاب مش موجودة. فأي بيت يعني البيوت اللي فيها انفصال أو البيوت اللي الأب فيها مسافر، لابد للزوجة أن تبحث عن سلطة للعقاب تعوض بيها غياب سلطة الأب. سلطة العقاب زي ايه؟ سلطة العقاب زي إيه؟ الطفل في المدرسة ممكن يكون المدرس، ممكن يكون أخوه الكبير في البيت، ممكن يكون خاله، ممكن خلينا شخص اتكلم بقى يمثل بصفة سلطة عقاب. السيدات، هو ده مش ممكن يقلل شوية من احساسنا ان احنا مش متحملين المسؤولية؟ بمعنى اخر يعني ممكن الست تقول ليه انا دايما اشوف له حد يخاف منه، ليه انا ما اكونش اكون مصدر الحنان وبرضه مصدر العقاب، بحيث ان الست تقدر غالبا تقوم بالدورين. صعب انه يجتمع الاثنين في شخص واحد، والا هنا هيظهر الانسان انه انسان متناقض. يعني انت ازاي تضربني وبعدين تيجي تطبطب عليا وتقول لي لا ده انت حبيبي وانا ما اقدرش اعمل فيك كده. فهنا الطفل يبدا يحس ان الشخص اللي قدامه ده شخص عنده خلل، ازاي انت بتضربني باليمين وتطبطب عليا بالشمال. فسلطه العقاب لازم تكون سلطه الى حد ما سلطه مستقله
عشان الطفل يقدر يهابها، وسلطة العقاب ما تستخدمش في كثير في أكثر الأحيان، يعني ما استخدمش على طول، لأن استخدامه على طول خلاص الطفل هيعرف إيه اللي فيها، أنا لو عملت خطأ بابا ممكن يعمل إيه، فتعرفت سلطة العقاب أو درجة العقاب اللي هو ممكن يتعرض ليها، وبالتالي هنا الطفل هتلاقيه برضه بيتصرف بالصورة اللي هو مش فارقة معايا خلاص، ما كل مرة بتضرب فأنا هتضرب. لازم سلطة العقاب تستخدم في حالات قليلة ليه وتستخدم يا دكتور؟ بدرجة. خليني اقول بني حاجه تانية. ليه دايما اتفضلي. اخلي سلطه العقاب في شخص؟ ما انا ممكن اخلي سلطه العقاب في حاجه هو بيحبها. تمام بمعنى تاني، انت مثلا بتروح النادي، لا مش هتروح أكيد، النادي دي علشان فكرة كذا، كويسة. او لو انت عايز حاجه معينه مثلا لابتوب ولا حاجه هجيبه لك، لا مش ممنوع تماما بسبب ان انت عملت حاجه تمام. ما غلط. انا لسه قايل لحضرتك برضو ان احنا اي سلوك غير مستحب احنا ممكن نتخلص منه عن طريق سحب التدعيم لهذا السلوك وتدعيم سلوك اخر مضاد ليه لكن في الاتجاه الايجابي، فده يعتبر عقاب، يعني ده يعتبر نوع من العقاب. اصلا انا لما بتكلم عن العقاب هنا ما بتكلمش عن الضرب او التوبيخ او ان انا التعنيف للطفل، انا بتكلم عن سحب التدعيمات اللي هي ممكن تزود هذا السلوك السيء عند الطفل او السلوك السلبي تمام. احنا كنا والتعويض عنها بسلوكيات بنتكلم ايجابيه. عن الكذب، دلوقتي خلينا نتكلم عن حاجة تانية كتير قوي من البيوت بيحصل لها ان الطفل بيسرق. دي بالنسبة لهم جريمة. جريمة. بالظبط، انا ابني بيسرق وبيسرق ليه، وبفاجئ الاقي مثلا واخد لعبة اخوه حاططها في لعبه ويقول مش معايا، فانا تمام. بحس ان ايه ده، معقولة ابني يكون سارق؟ ازاي احنا نقاوم هذا السلوك؟ الحقيقة إن السرقة دي من أبشع الجرائم اللي ممكن تحصل في أي أسرة، لأن النتائج اللي بتترتب عليها بتكون بتؤدي إلى خلل في الأسرة، بتخلق جو من عدم الثقة داخل الأسرة، وبتجعل هذا الطفل محل شك واتهام من الجميع، ساعات بيبقى مظلوم. وبالتالي وساعات بيبقى مظلوم، فبتلاقي الطفل دايما عنده تأهب إن أي شخص هيهجم عليه أو هيتهمه بهذه الصفة. ده على مستوى الطفل، على مستوى الأب والأم كمان بيخلق عندهم حالة من الحزن الشديد. حاجة تانية دكتور، قبل ما تتجه للحتة دي، هو اتفضل. بيسرق ليه؟ ده هنتكلم بقى في السؤال اللي احنا عايزين نفهمه. أنواع السرقة وهو ليه بيسرق وممكن أعالجها إزاي. حتة تانية، إحنا اتكلمنا عن الطفل وقلنا إن بيخلي الطفل محل اتهام أو موضع اتهام من الآخرين داخل الأسرة. كمان على مستوى الأب والأم عندهم بيكون رد الفعل النفسي اللي بيرجع عليهم أو بيعود عليهم من سرقة الطفل أضعاف مضاعفة من رد الفعل السلبي أو السيء اللي ممكن يترتب على فشل الطفل في المدرسة، لأن فشل الطفل في المدرسة بيكون السبب في الطفل نفسه بنسبة كبيرة إنه ما بيلتزمش، بيلعب كتير، ما بينتبهش للمدرس أو إلى آخره. أما فشلي أنا في التربية إن أنا معرفتش أربي ابني تربية سليمة عشان كده ابني بيسرق، فده بيؤدي إلى إن الشخص أو الأب بيحزن حزن شديد وبيحس إن هو مقصر في حق ابنه. لما نيجي نبص ليه بتحصل السرقة أو إيه هي أنواع السرقة، نلاقي إن السرقة بتحصل نتيجة إن الطفل في مراحل الطفولة بتاعته بيكون عنده غريزة اسمها حب التملك، أي حاجة بتعجبه عايزها تكون بتاعته هو، تمام. وبالتالي لما نلاقيه بيلعب مع زميل ليه وعجبته اللعبة بتاعته عايز ياخدها، لما يعجبه كراسة زميله ممكن يسرقها. طب هو ليه بيسرق هنا؟ أول سبب من أسباب السرقة إن هو بيقدرش يفرق بين الملكية الخاصة وملكية الغير، أنا مش قادر أعرف إيه اللي يخصني وإيه اللي يخص الآخرين. هنا بيجي دور الأب والأم في توضيح إيه هي الحاجة بتاعتك اللي من حقك إن أنت تلعب بيها وتستمتع بيها ودي حاجتك الخاصة، وإيه هي حاجة الآخرين اللي مش من حقك إن أنت تستخدمها إلا باستئذانهم وممكن تستخدمها وترجعها لهم تاني. ده دور الأب في النقطة ديت. ممكن يكون كمان السرقة نتيجة أو بدافع التفاخر زي ما قلنا برضو في الكذب، ان الولد بيروح المدرسة بيلاقي اصحابه معاهم العاب او معاهم كراريس بشكل معين او جايبين قلم مثلا شكله حلو. سندوتشات معينة او اقلام معينة او مش متوفرة عنده، فشعور النقص اللي موجود عند الطفل وان هو اقل من الاخرين وان مستوى تقدير الذات عنده منخفض جدا فبيحاول يعوض ده عن طريق السرقة، فيبدأ يسرق ويشتري لعب زي زمايله، يبدأ يسرق ويشتري كراسات او اقلام او، وغالبا في الحالة ديت الطفل بيسرق وبيخلي اللعب بره البيت لانه لو روحها البيت هيسألوه منين جبت اللعب ديت او اشتريتها منين فهيتكشف، فغالبا بيخبي الحاجات ديت كلها، بيبدأ مخبي الالعاب بتاعته بره البيت وياخدها وهو رايح المدرسة يلعب بيها مع اصحابه يتفاخر وان انتوا زيكم اللعب بتاعتكم، وبعد كده بيقوم مخبيها تاني وروح بيته عادي وهكذا. ان انا اقاوم السلوك ده اقاومه ازاي؟ ان انا
ولسه في انواع تانية من السرقة. يعني في سرقة تانية كمان بدافع الخوف من العقاب، زي الكذب، انا بكتب عشان خايف هتضرب. لما خاف من العقاب، مثلا الطفل راح المدرسة واصدقائه سرقوا منه الادوات المدرسية بتاعته، رجع البيت قال له يا بابا انا اتسرق مني الادوات المدرسية في المدرسة. رد فعل الاب هنا هيكون ايه؟ بعض الاحيان نتيجة للظروف الاقتصادية الطاحنة والاسرة، ويا دوب بيجيبوا لك حاجتك بالعافية فانت كمل عشان تخلص السنة بالعافية. فبتلاقي الاب انفعال شديد، يبدأ يضرب ابنه، انت لازم تروح بكرة تجيب الحاجة اللي اتسرقت منك، انا مش هشتري لك حاجة. فهنا الطفل يقع بين سلطتين عقاب، سلطة العقاب في البيت ان ابوه بيضربه وبيهزقه وبيقول له ان انا مش هجيب لك حاجة، روح هات حاجتك اللي اتسرقت منك. ويروح المدرسة، المدرس بيشرح الدروس بتاعته وهو ما بيكتبش، فيبدأ المدرس يعاقبه ان هو ما كتبش الدروس، فيضطر يسرق. فيضطر ان هو يسرق، يا اما يسرق من البيت ويشتري ادوات مشابهة للي اتسرقت منه، يا اما يبحث عن طفل من الفصل معاه ادوات نفس اللي اتسرقت منه ويبدأ يسرق. طيب ازاي انا ابدأ فيها نوع كمان من السرقة، وده نوع مرضي، يعني دي اللي انا بتكلم فيه دي انواع عرضيه كلها نتيجه لشعور بالنقص او عدم ثقه بالنفس او ان هو اتسرقت منه حاجه فبيبدا يعوض. في نوع اسمه هوس السرقه، ده حاله بيكون الدافع وراها افعال قهريه لا شعوريه، هو عنده توتر شديد، دي حاله مرضيه بتستدعي تدخل طبي. ان الطفل بيسرق لمجرد انه عايز يسرق، توتر شديد عند الطفل لازم يسرق، عنده حاجه ملحه دايما، فكره ملحه انت اسرق اسرق اسرق، فبيبدا الطفل يسرق وبيحس بالذنب بعد كده لانه مدرك تماما ان السلوك اللي عمله سلوك خاطئ، لكن بيقوم به بسلوك بطريقه قهريه. في حاله كمان مرضيه بيسموها في علم النفس الكليتومانيا، ودي برضو ممكن تتم عند الاغنياء او اللي هم مرتاحين ماديا جدا، لكن عندهم برضو حاله من نوع من هوس السرقه. دي كلها قد زي ما قلت لحضرتك يا اما احداث عرضيه يا اما احداث مرضية. المرضية تتطلب تدخل طبي متخصص، يعني يروح لسيكاتري اللي هو معالج نفسي أو طبيب نفسي يبدأ يتعامل معاه كلينيكيا عن طريق عمل برنامج سلوكي أو تعديل سلوك لهذا السلوك الخاطئ. أو على المستوى اللي هو العرضي اللي هو على مستوى الأسرة، نبدأ بقى على مستوى الأسرة إزاي أتعامل مع سلوك السرقة. أولا لازم أعرف المسببات اللي أدت لحدوث هذا السلوك، ليه الولد سرق، دي أول حاجة، يبقى اعرف السبب واحاول اتجنبه. الولد سرق عشان انا عنفته ان الحاجات اتسرقت منه او الادوات المدرسيه اتسرقت منه، فابدا اتعامل في المره القادمه بطريقه افضل ان انا اخده واروح المدرسه ابدا اقول بس هي مش للمدرس. كل السرقه يا دكتور بتبقى بنفس الصيغه دي، يعني ممكن هو بيسرق لاحتياجه مثلا لعبه معينه شافها عند واحد صاحبه، ما هي دي ما انا نفترض قلت. ان الاسره غير قادره ماديا ان هي تجيب مثلا اللعبه دي، تمام، ازاي هما يقوموا برضو السلوك ده؟ ده بيكون ناتج عن شعور بالنقص، بالظبط. شعور بالنقص عند الطفل وان هو اقل من الاخرين، نبدا نحاول نبحث عن جوانب قوه في شخصيه الطفل ان هي مش موجوده عند الاخرين، فنقول له اذا كان زميلك ده عنده لعبه فانت عندك حاجه هي مش موجوده عند الطفل ده، عندك اللعبه الفلانيه، هو بابا مثلا مش ساكن معاه، انت بابا وماما موجودين معاك، هما ما عندوش اخوات بنات، انت عندك اختك بنت، هو ما عندوش ولاد يلعبوا معاه في الشارع، فعشان كده بابا وماما جايبين له العاب كتيره، بيلعب لوحده، انت بتلعب مع اصحابك. فبنبدا نعمل عمليه تعويض للطفل عن النقص اللي هو بيحس بيه. كمان غالبا شعور بالنقص ده بيكون ناتج عن فقدان الاهتمام في الاسره نفسها، فقدان الحب، فقدان الرعايه من الاب والام نتيجه لانشغال كل واحد منهم في اتجاه في ظروف الحياه المختلفه، فبيبدا الطفل يبحث عن مصادر اخرى يحقق بيها الحب اللي هو عنده حضرتك حرمان منه. قلت لي جمله عجبتني قوي، قلت لي ايه؟ الطفل ممكن بيعمل شغب او بيعمل مشاكل في البيت عشان يلفت انتباهك او يجذب الانتباه، تهتمي بيه. هل احنا في عهدنا الحالي كأي أم وأي أب ما بنديش الاهتمام الكافي لأولادنا؟ ده طبيعي. تعتقدنا الاهتمام إن أنا ألبي له احتياجاته، وأنا بجيب لك لعبك، أنا بجيب لك هدومك، أنا بجيب لك الحاجات اللي أنت عايزها وخلاص. يا ريت كده بس، يعني يا ريت كده دلوقتي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، يا ريت أنا بجيب له الحاجة، ده بالعكس، ده في بعض الأسر تقول له خد الفلوس اللي أنت عايزها وروح هات اللي تجيبه. يعني هنا بساعد الطفل على الانحراف بصورة يعني لا شعورية. هنا الأب والأم بيخلي إيده من المسؤولية، وبالتالي بيكون الطفل مهيأ او الولد ده مهيأ او المراهق ده مهيأ انه يكون يتحول لعنصر فاسد في المجتمع، لا سيما وان كمان الظروف المحيطه بتهيأ لده. احنا لما نلاقي مثلا، احنا نقولش الولد بيغضب في البيت والولد عنيف في التعامل،
والولد قاعد 24 ساعة قدام التلفزيون بيتفرج على أفلام أكشن أو بيتفرج على المصارعة. فطبيعي يعني أثبتت الدراسات والأبحاث اللي أجريت في هذا المجال إن كثرة تعرض الطفل للمشاهد العنيفة والأحداث العنيفة في التلفزيون بتأثر على سلوكه في التعامل مع الآخرين. فتلاقي الولد ينزل الشارع يقول لك أنا جون سينا، أنا مش عارف مين في بالظبط. أبطال المصارعة، ويبدأ يعمل ده مع إخواته في البيت أو مع زمايله في الشارع. طب حاجة زي كده، والحقيقة لأن أنا فعلا عندي ابني بيحب المصارعة. نفترض إن طفل بيحب حاجة معينة، بيحب المصارعة، بيحب الأفلام الكرتون فيها أكشن شوية، أبدأ أوجه بقى سلوك توجيه هل أنا سليم. معنى كده أمنعه تماما؟ لا طبعا، ابني بيحب المصارعة، ده نوع من الرياضة. أبدأ أوجه الطفل إن هو يتدرب تدريب رياضة معينة قريبة إلى المصارعة. مفيش مصارعة في مصر بالشكل ده، لكن في رياضات قريبة، في كمال أجسام، في طب وهل أمنع من مشاهدة الحاجات دي في التلفزيون؟ أقلل منها، أقلل منها قدر الإمكان. أقول له طالما أنت بتتدرب الرياضة ديت فخلاص مش مهم إن إحنا نتفرج عليها، إحنا ممكن نتفرج على حاجة تانية، وأبدأ أجيب برامج تتناسب مع عمره في المرحلة العمرية اللي هو فيها. تمام. في نهاية فقرتنا كده، أحب حضرتك كده تدي نصيحة لكل أم وكل أب بيشوفونا. تمام. اديهم نصيحة إيه؟ بس نصيحة ذهبية بقى في النصيحة تربية الأولاد. الذهبية، هو في مقولة بتقول إذا كان الولد سر أبيه فعلى الآباء أن يتعلموا كيف يهذبوا أبنائهم أولا. فأي مشكلة بتظهر في طفلك اعرف تماما إن هذه المشكلة فيه كوبي منها موجود عندك. ده بالعكس، ده الأصل موجود عندك والكوبي عند الطفل، لأن الطفل هو نسخة من والديه. فلازم تبحث في نفسك عن إيه هي الأخطاء في طريقة التعامل مع طفلك اللي أدت إلى تكون هذا السلوك لديه. لو عرفت الخطأ ده هتقدر تعالج المشكلة. كمان أي مشكلة تظهر عند طفلك لازم تبدأ تبحث عن الأسباب اللي أدت لظهور هذه المشكلة. لو عرفت السبب الحقيقي هتقدر تبدأ، يعني يقول لك معرفة الداء نصف الدواء. لو أنت قدرت تحدد الأسباب اللي بتؤدي لظهور هذا السلوك هتقدر تتعامل معاه بطريقة أفضل، تقدر تواجه السلوك ده بطريقة أفضل، تقدر تدرب طفلك أو تعود طفلك على توجيه الطاقة اللي موجودة عنده بدل ما يوجهها طاقة سلبية، يوجهها طاقة إيجابية نقدر نستفيد منها بما يتناسب مع تمام، الدوافع اللي موجودة احنا عنده. بنشكرك فعلا يا دكتور، ربنا بجد يخليك. يعني كانت فقرة جميلة ومفيدة. ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين، كان معانا الدكتور علي سالم، عضو هيئة تدريس قسم علم نفس جامعة حلوان، وعضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية. أتمنى تكون الفقرة عجبتكم وتكون استفدنا بجد، ونحاول إن احنا نربي أولادنا التربية الحديثة مع الإنترنت ومع الفيسبوك ومع الحاجات، التطور التكنولوجي اللي خلى أولادنا في عالم تاني غير العالم بتاعنا. أعزائي المشاهدين، لسه فقراتنا متعددة، ومعانا الفقرة الجاية مع الدكتور سامي جبالي، استشارات العلاقات الأسرية والزوجية، وهيكلمنا عن مشكلة زوجية جديدة وطريقة حلها. انتظروني بعد الفاصل. العبد سبحانك يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين، أنت لا تمرض. قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر. في حال الطعام والشراب والكساء والستر لوجدت ذلك عندي، ولا ينقص المال من الصدقة. وحالتنا تستحق الزكاة بقوة، تستحق الزكاة بقوة. وانظر إلى مسألة المرض، الله جل وعلا يعلم انكسار المريض فقال لوجدتني عنده. بيني وبينكم بنغتنم الفرصة ديت، نسأل الله الستر، نسأل الله السلام.